نتمنى انكم تكونوا بالف خير وانتم كتشوفوني في هذا الفيديو. هذا مرحبا بكم فيديو جديد شاهد غبرت عليكم مع فطرتي غبرت عليكم اليوم بعليكم المشتريات ديالي من الدي بانوري ديال شويه هذا وكاين هذا. المهم غنوريكم كل حاجه بوحدي. المهم على بالنا مشينا يا اختي نتغداو تغدينا على برا بخي دزنا على الدي شحال هذه نقول لكم صراحه شحال هذه ما انا ما كنتقداش بزاف في الدي صراحه هذا مكان. المهم مشينا دزنا قلت لنا علاش لا ما ندوزو في الدي نتقداو شي نتقداو شي حاجه شي حويجات. المهم مشينا دخلنا انا مشيت اختي ديريكت نيشان الفريش توسكي فريش ومشيت ديريكت عند لكيس الغرض ديالو هو هذاك اللي نجيب ديال لي ميت. المهم فاش مشى يا اختي تما شاف العيالات بزاف هجموا الهجوم داروا الهجوم المدقع عرفت شنو هو الهجوم المدقع. المهم هجموا يا اختي وانا كنت كنتغطى ومن بعد اتصل بيا قال لي اجي لكيس راه كاينه شي حاجه فاش كاين العيالات بزاف عارف كاينه شي حاجه مهمه المهم شي حاجه مهمه غير اجي. وانا نيت اختي مشيت اختي وانا لقيت وشنو لقيت والله الا حشمت والله الا انا حشمت عرفتو راه هادوك اللي خدامين مسكنات والله العظيم مشات من لا ريزيرف ديجا اصلا نورمالمون انتيردي ليك اليوم تدخلوا لا ريزيرف فهمتوا ادخلوا دخلوا يا اختي كيهزوا داكشي غير انورو صايي. المهم المهم انا ما شفتهم الراجل اللي كان قالها ليا من قبل قال لي راه دخلوا كاع لا ريزيرف اون بلوس سي انتيردي تدخل كليك ليال تما. المهم فاش كتجي يا اختي هذيك لا كيسيير تحط داكشي في الطبالي المهم الانورو كيهجموا عرفتوا شنو هما كيهجموا. المهم كل كياخذوا كل وحده وعندها تخوا كادي تخوا شاريو هكا وانا غادي داك بتي شاريو انا حيت ما على بالي تاع حاجه ما غانش نشري شي حوايج اللي خاصني في الدار وصافي. المهم هذا ما كان يا اختي فاش شفت انا داكشي قلت والله الا حشموا هذيك هذيك لا كيسير كتقول لهم هذيك اللي خدامه تما قالت لهم راه نتوما حيوانات والله الا حشمت حشمت والله العظيم انا اللي حشمت حشمت بلاصتهم. انا كنت كنشوفو هكا كنتسنى زعما باش ناخذ شي حاجه اش غتاخذي يا اختي راه كلشي كلشي كيهزو ما كيشوفوش كاع لاطي فهمتوا والله العظيم كيهزو هكا بكثروا كيحطوا هكايا في الشغيو نقول لكم. المهم العرب راكم عارفين فاش كيكون العرب العربيات والله العظيم ايوا واش غدير هادو هما العيالات هكا دايما دايرين. ولكن كاينين غير توان التونسيات والجزائريات انا الوحيده المغربيه فيهم المغربيه فيهم كلشي. المهم التونسيات والمغربيات وواحده كانت خدامه تما واحده كيسير قالت لي راه هادوك معروفين اختي تيجيو في الصباح وانا نقول لكم جيو اللي هادول سواء في الصباح. المهم نقول لكم الجمع الجمعه في الصباح المهم الجمعه والجمعه عندكم الجمعه وعندكم الحد وعندكم الاثنين ديما كيحطوا واقيلا داكشي اللي قالت لي واحد الجزائري الله يعمرها هذا وكلهم كيهضروا هكا الله يعمرها هذا. ولكن داكشي صراحه انا حشمت والله العظيم شي وانا فاش حلو في الاول كنت كنشوف فيهم والله العظيم كنشوفو ما هازو ما كاين حتى حاجه ما غادي تاخذي والو الا ما درتيش بلاصتك راه كلشي مشى. هما شنو كيديروا اصلا كيهزوا واخا ماشي لاطاي ديالك وهذا كيديو كيصيفطوه للبلاد وهكا تماك تيبيعوا هذا ما كان هادشي اللي قالت لي وحده وهذا الجزائريه دي قالت لي راه هكا كيديروا يعني كيهزوا واخا ماشي لاطاي. انا كنشوف غير لاطاي ديالو اصلا في الاخر في ما تقدريش كاع تشوفي اون فيت. فاش شفتهم انا والله العظيم الاولى المره الاولى فاش كتخرج ديك المره المهم كتخرج ديك الطبله وفيها داكشي ديال انور وكلشي كلشي اللباس نامبورت نامبورت. المهم قال لهم ودي خليوني غير بلاصي لا طابل ما يخلوهاش نهائيا وصافي حتى انا كندير بلاصتي تنجم. والمشكل هما كيعرفوا يعني انهم داكشي راه مولفين وانا والله العظيم فاش هزيت كنهز شي ربعه بياسات وصافي وكياخذوا مني في اليدين والله انا كنضحك بقيت كنضحك. وواحده مع خوه مسكين حشم والله العظيم هاد الجزائريه خوه مسكين والله الا حشم باق غير كيشوف مسكين. المهم اختو هي اللي كانت كتهز حتى هي قالت لي راني ما درتيش بلاصتك انا والله تاخذ حتى حاجه. انا ما بقيتش كنشوف لاطاي كنهز ابخي المهم ابخي كتستيفهم دارت ستيت ارت ستيت لي سنتيني شريت ارت ارت ستيت لي دوسي من كرتا زعما راه ديت كرات البيات تخو البيات كتربعة ميم با او ما كيهزو كيعرفو يهزو. انا ما ولفاش والله العظيم ما ولفاش داكشي. وواحد الفرنسيه مسكينه كتشوف قالت لي اودي راه الا ما درتيش اشنو قالت لي هذيك المره مسكينه قالت لي راه حتى انا في الاول والله كنت كنت غير كنشوف راه والله العظيم ابخي انا درت بلاصتي وتهزمي راه انا ما هزمتي بعدي تهزيت
وهي قالت لي بصح بصح هي اللي قالت لي اصلا في الوقيته خصك دير براسك الا درتي واحد الفرنسيه وانا مغربيه وكل مهم جزائري ما عمر هذا مسكينه. ولكن اودي داك الشيء والله الا غير حشومه زعما على حساب هذوك اللي خدامين وهذو شنو دير داك الشيء اودي تسنى حطي بلاصي وداك الشيء. وديك المره مسكينه اللي كانت اللي خدامه تما قالت لهم اخر مره المهم راكم ربحتوا ما غاديش نحط لكم صافي باقي. المهم صافي مشات ابخي شي وحدين ثاني خرجوا قالوا لها هذوك راه كيعرفوا موقيله جارتهم ولا ما عرفت راه غنخرجوا الطبالي ثاني غنخرجوا الطبالي غير تسناو باقي كيتسناو. فاش انا مشيت خزيت غير هذا الشيء هذا صافي مشيت باخن كيتسناو الدين ما فيها غير اللي تسناو العظيم راه كيجيو من 8 د الصباح واقيلا ما عرفتش امتى كيحل الدي واقيلا 9 ولا ما عرفت. المهم كيجيو بالصباح بكري ويتسناو حتى العشيه اختي باش ياخذوا هذا الشيء كامل. انا خديت قلت بارك عليا انا مشي في حالاتي والله العظيم ودي تسنى شدي. ولكن هما راه كما قلت لكم راه تيديو كيسيفطوا البلاد باش يبيعوا السلعه فهمتوا كاع. المهم راه واخدينو بغير ان اورو وغايبيعوا ب 100 درهم تشوفوا بون دينار ما عرفت العمله ديال انا المغربيه والوحيده اللي مغربيه هي انا وما كلهم تونسات وجزائريات. ولكن راه مسكينه والله الا لا عمرها هضر مسكينه تهضر معايا وهذا. ولكن انا غير حشمت الله العظيم باش دابسي باش تاخذي هذا الشيء كامل حشومه اللي كل يوم. قالت لي وحده هذيك لاكيسي اللي خدمت ملي قلت لي راه هما صحاب جاراتي والله الا حشمت انا اللي حشمت. قالت لي راه معروفين هما تيجيو بالصباح ومعروفين الكاميرات كل نفس زعما نفس الاوجه ديما هما اللي تيجيو ياخذوا داك الشيء. ايوا هذا ما كان. قلت المهم وقالت لهم عرفتي هذيك المره مسكين شنو قالت لهم. قالت لهم والله العظيم ديك الفرنسيه قالت لهم راهم حيوانات وانا بقيت كاداك والله العظيم حشومه وحق الله الا حشومه. ايوا هذا الشيء اللي كاين البنات. المهم خلينا من بلا 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 دابا نوريكم المشتري ديالي بانور يا البنات. انا خديت صراحه غير الطاي ديالي الطاي الراجل. المهم خديت طاشي طاي اخرى المهم هذا كان. المهم نقول لكم هذه طايين هذا التريكو هذا هو مي راه كاتبين فيها انور. ها هو هو انور يا اختي شحال كبير هنايا. المهم نحلو نوريكم البنات. المهم يا هي البنات كتب عليا وقيلا اوفر سايز في هذاك الشيء ديال البريون كاع ما بان ليا في دابا كيبان ليا في الضو باللي في هذاك البريون داك كل الثقل اللي كما تنقولوا حنايا. وهذه المهم التريكو يا البنات ها هي الكوم ديالها هكا دايره هكا دايره. المهم ها هو الاولانيه هي هذه وهذه الثانيه يا اختي ما هي هذه البيجامه ديال الدار. هذه صراحه هذه جباتني وقتها غنعطيها لاختي جباتني وفيها اس والام وجيس اس اصلا ما كاين لا لطي هذه غير صدفه لقيتها مره. المهم هكا دايره بلاتي نفتح لا واقيلا ما كاينلاش كاع نفحلت راه ها هو السروال والفوقانيه ديالها صراحه زوينه دايره بحال تجين خفيفه هكا التوب ديالها زوين كيبان ليا مرتاح حيت كان ديجا عندي نفس التوب هذا مرتاح مرتاح زوين. المهم هكا دايره يا البنات اوكي. وكاين هذه يا بنات هذه ديك الجزائريه اللي كنت قلت لكم مسكينه والله الا مرضى مسكينه ظريفه ظريفه هي اللي عطاتني هذا حيت هزات عندها بزاف وقالت لي هاكي هذا هي اللي عطاتها لي مسكينه. وهي اللي كانت قالت لي اصلا النهار الحد وقيل الاثنين و الجمعه كيديروا هذا العرض هذا ديال انور اصلا في ممشى ديال الطريق اللي كيديروا دوك العروض. وانا غير صدفه صراحه ما انا كاع ما عارف واش كيديروا هذا العروض ولا لا. هي اللي كانت قالت لي هذا من بغا الاوس ديال الشومبغ كلشي. المهم هكا يا ديال اللي ما كاينلاش نفتحوا هذا. المهم ما علينا ايوا وشنو اخر صراحه والله الا هاد الوقت راه هادي تري كولا سيتيون روب. المهم هادي ديال الدار اختي هادي سيتيون روب. المهم سخونه شويه التوب ديالها هكا داير القطط دايره القطيط انا اختي. المهم هكا دايره هانتوما راه كلشي كيبان ليكم اصلا في الصور ما كاينلاش كاع نفتح هاد الشيء هذا ما غنفتحوش النهار باش نعلقهم. المهم هادي ديال الدار حتى هي مهمة لا تلبسيها مع المونتو هكا كيما درت هاد المرا هادي مع الليبا والمونتو. المهم علينا وشنو اخر ما بغيتش صراحه يجيكم الفيديو طويل داكشي علاش باش نحل ونوريكم هذا الاكس اس هذا
هذا البودي، هذا البودي يا البنات، هذا البودي عادي. المهم ديال الدار انتوما، انتوما ما عرفتش واش كيبان لكم مع الضوء الاشياء عشوائيه. المهم انتوما وشنو اخر هذا شريته على عصب الشعر البنات، هاد البوندا هادو. المهم هكا يا انتوما شوفوا، قدرت تلبسيها هكا انتوما شفتو هنايا، ما عرفتش كيبان لكم هاد الشيء هذا. انتوما هذا البوندا شفتها على عصب الشعر، ملي كنديرو الماسك للشعر وهذا كيعجبني باش المهم بلاتي نحلو نحلو يا اختي باش يبان لكم نيت مزيان. تقدري ديري فيها باندا، تقدري ديري انتوما شوفو كي داير، شوفي كي داير الشكل ديالو. ها هو كداير ديري فيها باندا، ديري فيها كيما بغيتي هكا يا باندا ديري. المهم تقدري تقدري ديري فيها شحال من فاصو فهمتو، ها هو انتوما تقدر تلبسي شحال من فاصو. ايوا وشنو اخر شنو هذا، هذا الكشكول، هذا ديال البرد اختي. دابا صافي وقت الصاد مشى، دابا والليلة دخلنا في البروديه يا اختي، ما كاين غير البروديه والشتيوات وهذا وداك الشيء. هذا الشال البنات، هذا الشال هو وقت. المهم انور والله العظيم كتشوف هذا مزيان الخدمه يا اختي، ملي كيكون الثلج مزيانه. الشال لا ماشي الشال، شنو سميت داكشي، الكشكول، كشكول كشكول اختي. شنو هذا، وهذا التيشورت البنات، هذا التيشورت اللي كنتفرجوا لكم ماشي مشكل. شنو هي على الصداع راه اللي كيتفرج. المهم او شوف البنات هو التيشورت، التيشورت هو اوفر سايز. انا هادي كيبان ليا كبير وقيلة كيكون فيه الطي الاس وهذا، ولكن وقيلة ماشي الاس، الام هذا الام معليش ماشي مشكل باش يكون اوفر سايز نيت. شنو شنو اخر، وهذا التيشورت عادي ديال الدراري هذا، شريت فيه الطي الاس هكا. لا تطيح ليا هادشي هنا، و هادو البندات البنات، هادو البندات ديال هكايا فيها ديال المهم البندات ديال العيالات و ديال هكايا دار البطنة البنات. شفت فيها الإم، هادي في الإم البندات هانتوما، عرفتو شنو يبان ليكم. و هادا ديباردو، هذا دي باردور تنحلو صراحة باش غير تحلي راه كياخد الوقت. المهم هذا دي باردور البنات، كيعجبونا دي باردور حتى هكا، شفتو في هاد العيبات التفاصيل والمفاصيل. هكا داير دي باردور عادي، شفتي اصلا ما يمكنش كاع تشوفي تما كيفاش تعزلو، اختاري امبوسيبل يعني، خصك تهزي وعاد ديك الساعه تعزلي فهمتو. حبيبي نو با صافي المويس كونكور ان بو. وكاين هادي هاد السما السمطيه البنات، هادي هادي السمطة عادية. المهم هانتوما فيها جوج، بقينا معرفت نشوفو الطي، هادي 50 52 وهادي 46 48 بحال بحال، غير لا الطي لي ماشي بحال بحال. شنو آخر هذا كنت وريتو ليكم، وقيل راجلي راه كان خدا جوج، جوج كيما كيبان ليا خدينا جوج. المهم هادي هادي ديال البطن اختي، هاد البندات الام، قدا فيها الام. المهم
هادو كاينين باقي كاينين والله العظيم باقي كاينين في لي طابله هادوك، راه كاينين بزاف. المشكل فاش كنت انا جيت فاش كنت انا المهم فاش كنت انا عارفه فاش كنت انا عرفت المهم مشيت نلقى لها يا راجل كاينين غير لي طاي الكبار، كاينين اكس اكس ال اكس ال، هذا ما كان غير هادو الاخر فاش كان حمر ياكل لي من وشلق. فاش كانت ديك فاش كان حاطينهم ابخي فهمتو ابخي ما راه كاينين باقي كاينين، ولكن كاينين غير ديك الطاي الكبار. وخديت هذا اكس ال كيبان ليا كبير وقيله، المهم ما علينا. خديت اختي هادو ديجا كانوا ديجا عندي والله العظيم ديجا عندي تيطون في الدوج الابيض. خديت هادو كانت حسباتو ليا بخمسة اورو، فاش قلت لي راه ودي راه انا شفت تماك انورو وخلات عليا بانورو. المهم حنا هاد الوقت اللي وقيله للوالده ان شاء الله. المهم درت فيها الطاي 38. انا ديجا عندي هادي عندي فيها الغوز، وانا خديت الزرقاء. اي باقي لينا هادو هاد القوامج هادو يا اختي كلشي بويض قميجه البيضاء اون بلوس طاي كبيرة هادي والله إلا طاي كبيرة كاع مشتا نطاي تاعت ماي مربعين. المهم هادي القميجة القميجة عادية. المهم كاو أنا المهم كيما قلت لكم كنهز والله فاش كنهز راه كياخدو من يديا مكيخلونيش كاع المهم خديت فيها ربعة خديت فيها ربعة يا البنات لا ثلاثة و نفس البوديكم نفس البودي اللي كنت خديت قبيله تاع داك خديت فيها تاع هذا طاي الايستا هو. المهم هادو راه الطاي ديالي انا كناخذ غير الطاي ديالي ما كناخذش. المهم هذا راه خديت فيها جوج وباقي هادو كما قلت لكم انتم هادو هاد القوامج هادو فيها غير البيض ولا انا اللي خديته ودي راه كيهزو ما يخليوش كاع تهز والله العظيم الهجوم ديال ما كاينش هجم وخذ دير بلاصتك الا ما هجمتي انت راه ما غاديش تاخذي حتى حاجه. وانا حتى انا درت بحالهم وقع حشمت والله العظيم الا حشمان وما نكذبش عليكم اودي اش غدير. المهم هذا ما كان ايوا صافي بارك علينا ايوا. المهم البنات دابا غادي نقول لكم راه الليل هذا كنت باغا ندير لكم الفيديو قبيلات اي ابخي اتصلت بينا عيط راجلي دازو عندي شويه. المهم غير قلقوتي وصافي ابخي مشى ولا غنجي وغندوز عندكم وصافي. اضطريت انا ندير الفيديوهات فهاد الوقيته يلا دابا العشرة الليل هذا ايوا هادشي اللي كاين البنات فاتو خلا لا نسيت راه ما شفتش كاع طاو هاد الطقاش وهاد القشرات هادو توما المهم انتوما قشرات ديال الرجال. ايوا هادشي اللي كاين البنات وما كنتمنوا هاد الفيديو يتنال اعجابكم. ايوا نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو ليا براسكم كنحبكم من القلب يلا بسلامه.